من انفو لايف تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت في زيارته في باريس ولا في لندن، وسوف يلتقي الرئيس الفرنسي ساركوزي من أجل تداول المفاوضات وتشجيع المفاوضات مع السلطة الفلسطينية ورئيس السلطة أبو مازن. وساركوزي بالذكر بأنه من المؤيدين من المفاوضات ما بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك الرئيس البريطاني والحكومة البريطانية بأكملها داعمة لهذه المفاوضات. أما بما يتعلق بكابينسكي نائب قائد أركان الجيش السابق والذي استقال قبل فترة قصيرة ما بعد حرب لبنان الثانية، حيث يقول ويصرح هذا السبب بأن إسرائيل إذا قامت بالهجوم وبمعركة مع حزب الله معركة ثانية، فهي سوف تتعامل مع التهديد الذي سوف توجهه حزب الله إلى إسرائيل بالأخص من صواريخ الكاتيوشا التي تقع على شمالي البلاد. أما بما يتعلق برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، فعوامل سياسية مقربة من الرئيس السلطة الفلسطينية يقولون ويصرحون بأن أبو مازن سوف يستقيل إذا فشلت قمة أنابوليس التي سوف تجري في الولايات المتحدة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن أبو مازن كما يقول بأن الفشل هذه القمة سوف يعيد العنف إلى غزة وإلى المناطق الفلسطينية بأكملها. على خلفية التلاحم ما بين فتح وحماس في منطقة الشجاع في منطقة غزة، التلاحم أيضا ما زال مستمرا ما بين مسلحي حماس والجنود الإسرائيليين في القطاع، وهذا أدى إلى مقتل فلسطينيين وإصابة اثنان آخران على يد القوات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق النيران على المسلحين من حماس الذين ينوون القيام بعمليات انتحارية ضد الجنود الإسرائيليين. أما في السياسة وفي الكنيسة الإسرائيلية، فالأمن الكنيسة الإسرائيلي بمساعدة الشرطة قاموا بحصار وبتحقيق كامل حول الرسائل التي وصلت إلى حواسيب أعضاء الكنيسة في الكنيسة الإسرائيلية، والتي جاء بها تهديد بأنهم سوف يدخلوا إلى السجن، والشرطة ما زالت تحقق بهذا الأمر. إسرائيل تعتبر دولة باهظة، دولة غالية الأثمان، هذا ما يقوله الإعلام في الأيام الأخيرة، وبالأخص بما يتعلق بالأكل السريع، الأكل السريع الذي يميز الغرب وأمريكا. من إنفو لايف تي في كان معكم فراس حامد، إلى اللقاء. إنفو لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفو لايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفو لايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.